أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم برنامج الشاهد. دعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفي لهذه الحلقة اللواء الركن محمد مساعد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة. أهلا وسهلا بك سيادة اللواء في هذه الحلقة من برنامج الشاهد. أهلا وسهلا بكم جميعا، نرحب بوجودكم معنا وبهذه القناة الفضائية، قناة حلن الفضائية التي رافقتنا خلال مرحلة حربنا الأخيرة مع ميليشيات الحوثي والمدعو عفاش. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء الركن محمد مساعد. طبعا أنتم كنتم من الناس الأوائل الذين شكلوا اللبنة الأولى لتحرير هذه المدينة، مدينة عدن، ضد تلك الميليشيات المتمردة التي حاولت أن تغزو في حربها هذه المدينة، مدينة السلام ومدينة التعايش وقبول الآخر. تشكل سيادة اللواء الركن محمد مساعد الحالة الأمنية في عدن خلال هذه الأيام تحسنا، وتشهد تحسنا كبيرا ملموسا خلال هذه الفترة، وأيضا نلاحظ أنه قلة الحوادث الأمنية التي كانت فيما سبق تشهد تصاعدا في وتيرتها، لكن الآن بدأت تخف. نريدك أن تحدثنا عن هذا التحسن الذي تشهده المحافظة، خاصة أنه أنت تعتبر كشاهد وأنت صانع لتلك اللبنات الأولى التي قامت على إثرها تحرير هذه المدينة، مدينة عدن. حدثنا عن تجربتك خلال فترة الحرب وحتى هذه اللحظة التي توليتم فيها منصبكم في كوكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا محافظة عدن يعني هي شهيرة حرب ميليشيات الحوثي والمدعو عفاش، هؤلاء الانقلابيون الذي يعني الذي اعتدوا على السلطة وعلى الوطن بشكل عام، احتلوا صنعاء ومن ثم احتلوا محافظات اخرى وحتى وصلوا الى عدن. هذه الميليشيات التي اتتنا من شمال الشمال طبعا كان لابد ان نقف امامها للدفاع عن ديننا وعن عرضنا وعن ارضنا وعن مدينتنا الباسلة. يعني قبلها يعني المدعو عفاش هو قد دمر تدمير كامل البنية التحتية يعني مؤسسة الامن بشكل عام، يعني وكان يعتمد دائما على الامن المركزي، يعني عمل على تطوير وحدة الأمن المركزي على حساب الأمن العام، إلى درجة أنه تدمير حتى أقسام الشرطة دمرت قبل الحرب، هذا كلها قبل الحرب، كلها قبل الحرب. جاءت الحرب يعني أخذت ما تبقى، الحرب جاءت لتجهز على البقية الباقية، ما تبقى أيوة ما تبقى من هذه المؤسسات التي كانت كما تعرفون يعني مؤسسة الشرطة مؤسسة عريقة في محافظة عدن، وكانت تلعب دور رئيسي في أمن وسلامة المواطن وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة، إلى درجة أنه في كانت يعني سيطرة أمنية كاملة على الجريمة وعلى المربعات الأمنية وعلى الحوادث، وعلى يعني كانت في شيء من الأمن والاستقرار داخل محافظة عدن. يعني بعض الظواهر كنا لا نعرفها، حتى ظاهرة السرقات، ظاهرة النهب، ظاهرة التقطع، هذه كلها ظواهر جديدة غير مألوفة على عدن وعلى المحافظات الجنوبية بشكل عام. هذه كلها كانت يعني صنعت من خلال حكم المدعو عفاش. حدثنا عن دوركم خلال تلك الفترة، خلال فترة الحرب. طبعا كما أشرت أنه يعني جاءت الحرب دمرت ما تبقى من مؤسسة الشرطة. في اللحظات الأولى للحرب كانت عندنا أزمة صنعها الأمن المركزي، صنعها المدعو عفاش من خلال قيادة الأمن المركزي اللي كانت موجودة في عدن، حاولت تطغي على مؤسسة الأمن العام. الأمن العام مؤسسة أمنية مدنية، هيئة نظامية مدنية. عملنا عمل تخصصي أمني بحت محترف، بحث جنائي، أقسام شرط، حراسة المنشآت، أمن طرق ودوريات ونقدة، أمن مطار، أمن المنطقة الحرة، شرطة سياحية، شرطة قضائية، شرطة نسائية، شرطة أحداث. هذا كله عملنا كان عمل مدني شرطوي بحت يتناسب مع مدنية هذه المحافظة. عزز الأمن المركزي طغي على هذا كله وحولنا إلى مؤسسة عسكرية قمعية، حول العمل من مؤسسة أمنية نظامية إلى مؤسسة أمنية قمعية. كيف تمكنتم خلال تلك الفترة من طرد
تلك الميليشيات المسلحه. يعني حصل انه ابو قرن انه عزز وحده الامن المركزي بعدد من العربات والاطقم والمسلحه ووجدت ازمه. تمام. يعني تم اداره هذه الازمه من قبل فخامه الاخ رئيس الجمهوريه ويعني وزاره الدفاع وزاره الداخليه حينها، وكنا موجودين يعني كمدير امن المحافظه في اطار اللجنه الامنيه للمحافظه. تم السيطره على الوضع الناشئ في اطار منطقه الصلبان اللي هو يعني مقر الامن المركزي، وتم السيطره على المعسكر ويعني طرد المدعو عبد الحافظ سقاف قائد المعسكر اللي عمل المشكله واللي عمل الازمه، وتطهير المطار وتطهير هذه وطرد هذه العناصر من يعني هذه الميليشيات والعصابات من داخل منطقة الصوربان والمطار ومن المؤسسات الأخرى. ويعني هنا بدأت الأزمة مباشرة، هنا بدأت الأزمة وبدأ الحرب. اللواء الركن محمد مساعد، بعد الحرب مباشرة تضررت العديد من البنية التحتية جراء التخريب وجراء تلك الحرب التي قامت بها الميليشيات الحوثية على هذه المحافظة. كيف تمكنتم، خاصة أقسام الشرط في هذه المدينة، كيف تمكنتم من إعادة الأمن لهذه المحافظة وإعادة الحياة إلى تلك الأقسام؟ عزيزي أنا أقول لك أولا الحمد لله أنه كل الجهود التي بذلت في محافظة عدن تكللت بالنصر، تكللت بالنصر العظيم، أولا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والأخوة في الإمارات العربية المتحدة، وكمان تضحيات شبابنا من أبطال المقاومة في محافظة عدن. في يوم 25/3/2015 دخلت ميليشيات الحوثي إلى محافظة عدن، وصلت إلى محافظة عدن، اجتازت منطقة العلم ومنطقة يعني الرباط، يعني عبر العند والرباط ويعني دار سعد، إلى أن وصلت إلى منطقة العريش. هنا وجهنا نداء عصر نفس اليوم 25/3 إلى الشباب للخروج إلى الشارع لمواجهة هذه العناصر، لمواجهة هذه العناصر. وأجانا الأخ العزيز الشهيد علي ناصر هادي قائد المنطقة العسكرية الرابعة، طبعا حينها لم يكن قائد المنطقة العسكرية، يعني أجا إلى المكتب مكتبنا. طبعا الناس نزحت كامل بعد أن تم أسر قائد يعني قائد المنطقة بعد قائد اللواء الأخ فيصل رقب و العم ناصر منصور وكذلك الأخ محمود الصبيحي، تم أسرهم في منطقة الحسيني فوق الحسيني مباشرة، ويعني مباشرة اجتاحت هذه الميليشيات إلى أن وصلت عدن. تم بعدين يعني وضع قيادة جديدة برئاسة الأخ علي ناصر هادي، نحن كنا معه في إدارة أمن المحافظة، كان مقرنا إدارة أمن المحافظة. هنا بدأنا ننظم عملية المقاومة، وبدأ الشباب يأتونا مباشرة يوم 26، أتانا إلى المكتب الأخ سليمان الزمكي والأخ أديب العيسي والأخ عوض مشبح والأخ ناصر عباد والأخ وضاح الحريبي والأخ عواس، كثير من شباب المقامة وقيادة المقامة وصلوا إلينا إلى إدارة أمن المحافظة، وشكلنا قيادة مباشرة مع الأخ علي ناصر هادي والأخ سيف البقري، شكلنا قيادة لإدارة المعركة من جديد، لأن لم تكن أي مؤسسات دولة نهائيا، انتهت بالخالص، انتهت بالخالص. وبدأنا للمقاومة، وبدأنا ننظم عملية المقاومة في إطار الوحدات السكنية، بدءا بقولة الكراع دار سعد، ثم العريش، ثم مثلث المطار، ثم حي السعادة، الخط البحري، إلى أن يعني منطقة المطار. وحصلت حرب، حرب بمعنى الكلمة، يعني وجها لوجه بالسلاح الآلي ومختلف الأسلحة الأخرى، لكن شبابنا كان لم يملكوا إلا الآلي، كان أحيانا الآلي يستخدمه 3 أو 4 من الشباب. وحصلت مواجهات على طول 3 اليوم، كانت أقوى مواجهات داخل خورمكسر ومثلث المطار وحي السعادة. حتى كتب النصر على أيديكم وتكلل النصر لهذه المحافظة على تلك الدماء التي كتبت المجد والعظمة لهذا الوطن. بعد الحرب مباشرة كما قلت يعني هناك أضرار كبيرة وأقسام الشرطة مدمرة. خليني أقول لك حاجة، يعني حصلت هكذا المواجهات، إلى أن وصلت المواجهات إلى بوابة إدارة الأمن، حين اتخذنا قرار آخر أنه لابد من نقل القيادة إلى معسكر الفتح تباهي، وانتقلنا إلى هناك، وحصلت يعني ترتيبات في قولة فندق عدن ريال، ثم نقطة الحمراء، ثم يعني معلى دكة المعلى إلى حقيف،
وهناك ثبتنا 30 يوم في منطقة حجيب، جبهة حجيب، نحن نقاتل نحن والعدو ككر وفر في هذه المنطقة، منطقة صوامع، منطقة حجيب، منطقة الديكوار، حافون، سقط عدد كبير من شهداء المقاومة الأبطال، من شهداء القوات المسلحة والأمن في هذه الجبهة، كان على رأسهم الشهيد البطل علي ناصر هادي رحمه الله. بعدها طبعا يعني حصلت ترتيبات أخرى فيما يتعلق بعد استشهاد الأخ القائد، انتقلنا إلى منطقة البريقة، ويعني هناك تم تشكيل قيادة جديدة، الأخ القائد سيف البقري قائد المنطقة خلفا للشهيد علي ناصر هادي، وبدأنا في ترتيب عملية طبعا التواصل مع الأخوة في الإمارات، مع الأخوة طلائع القوات المسلحة الإماراتية اللي وصلوا إلى منطقة البحر. حصلت الأخ نايف البكري موجود، وعلى سنه لابد من تنظيم عملية المقاومة وتنظيمهم بإطار مجلس جديد مجلس المقاومة، بحيث يتم التنسيق ما بين المقاومة والقوات المسلحة والمنطقة العسكرية والأمن. فحصلت كثير من الأمور والترتيبات يعني التنظيمية للمواجهة بالذات المقاومة والأمن والجيش وكل أبطال الذين وقفوا بوجه هذا العدوان الذي أتانا من شمال الشمال. طبعا أجا أنا الأخوان يعني جعفر محمد سعد والأخ العزيز نائب رئيس الوزراء حاليا وزير الداخلية حسين عرب والأخ الشدادي والأخ الدكتور علي حسن الأحمدي، كثير من القيادات أتتنا من توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله المشير عبد الله منصور هادي، وتم وضع خطة متكاملة لتحرير عدن شاركت فيها هذه القيادات ما فيها الأخ أحمد سيف بشكل عام، وتم البدء بعملية تنظيم القوى والوسائل وتجهيز الإمكانيات العسكرية والأمنية ليعني خوض يعني هجوم يعني باتجاه عمران وباتجاه المطار. وبهذه الخطة تكللت بالنجاح بفضل دعم الأخوان في التحالف على رأسهم الأخوان في الإمارات العربية المتحدة، وتم تحقيق النصر بفضل الله سبحانه وتعالى، دعم وتوجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وكذلك يعني دعم التحالف، وبفضل دماء الشهداء الذين سقطوا في كل حي سكني وفي كل حافلة داخل عدن. اللواء الركن محمد مساعد، تضررت عدن تضررا كبيرا في بنيتها التحتية، وتعرضت العديد من أقسام الشرط للنهب والسرقة وتدمير جراء تلك الحرب التي انتصرت فيها المقاومة والجيش الوطني ضد تلك الميليشيات المتبردة. كيف استطعتم وضع تلك الخطة الجديدة للملمة أوضاع وترتيب أوضاع الأمن العام والشرط؟ بعد أن تم تحرير محافظة عدن طبعا نحن وضعنا خطة أمنية متكاملة كلجنة أمنية للمحافظة برئاسة الأخ المحافظ وقيادة المنطقة وإدارة الأمن، وضعنا وإدارة الأمن، الأمن السياسي، الأمن القومي، الاستخبارات، وضعنا خطة متكاملة لإعادة تفعيل العمل الأمني والعسكري، لأن احنا في حالة حرب. يعني طبعا الحرب أخذت كل شيء من البنية التحتية ومن البشر ومن الإمكانيات بشكل عام، يعني لن يبقى شيء لدى المؤسسة الأمنية على الإطلاق. فوضعنا خطة متكاملة لإعادة يعني أخذت جانبين، جانب إعادة بناء ما تم تدميره من القوى البشرية، وكذلك إعادة تأهيل من الإمكانيات، إعادة بناء ما تم تدميره من البنية التحتية، مباني وإمكانيات وأسلحة وذخائر وسيارات، وكذلك إعادة تأهيل الكادر اللي هو الأفراد. فيعني تم المصادقة على الخطة ورفعناها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله، وبدأنا بالعمل، بدأنا بالعمل بدعم الأخوان الإمارات، وبدأنا بتجهيز أقسام الشرط بالترميم، ثم يعني ترميم أقسام الشرط، ترميم السجل المركزي، ترميم مقرات الدفاع المدني والإطفاء، بدأت العملية يعني بدأنا بهذا الاتجاه ننفذ خطتنا لإعادة جاهزية العمل الأمني في إطار المحافظة. وبردت كثير من الصعوبات، بردت كثير من الصعوبات أمامنا، يعني كان لابد من توفير إمكانيات ضرورية، لأنه لا توجد لديك شيء، وهناك إمكانيات أخرى لدى كثير من الأطراف، لديهم إمكانيات، لديهم يعني تفوق إمكانيات الشرطة. يعني نحن لن نتحدث عنها، نحن نقول هكذا أنه في حظر الصعوبات لن تمكننا من يعني إنجاز الخطة التي تم وضعها. طبعا الخطة وضعناها على أساس تأمين محافظة عدن من الناحية
يعني من ناحية الحزام الأمني بشكل عام، اللي هو نقطة الحزام الأمني، الخط الحزام الأمني الأول، نقطة العلم، نقطة الرباط، نقطة دار رأس مشهور. هذا يعني خط، يعني حزام أمني أول، حزام أمني ترابي أول، ثم الحزام الأمني الترابي الثاني اللي هو المصعبين، كندانكسي، المصعبين، جولة الكراع، اللحوم، البساتين، قعولة، بير فضل، بير أحمد، وحتى رأس عمران. هذا الخط الأمني الدفاعي، الحزام الأمني الترابي الثاني. ثم عملية يعني إقلاق جزئي للمديريات من خلال التقاطعات والجولات وتقاطعات الشارع والجولات. يعني كل مديرية عملنا نقاط أمنية معينة على أساس عزلها عن المديريات الأخرى حتى يتم تمشيط هذه المديريات واستعارة أسلحة الدولة، ويعني تطهيرها من الألغام، تطهيرها من الطابور الخامس بقايا عفاش في هذه المديريات، إقلاق جزئي لكل مديرية على حدة، مديرية تواي، مديرية المعلى، مديرية كريتر، مديرية خورمكسر، مديرية المنصورة، وهكذا. يعني كان إقلاق مديرية تواي اللي يعني في حقيف وفي النفق، ومديرية المعلى في نقطة الحمراء الجبل الحديد ونقطة العقبة، إقلاق كريتر من جولة العاقل والمحكمة، وكذلك يعني التقاطعات الأخرى فيما يتعلق بخورمكسر والمديريات الأخرى. طبعا هذه الخطة كانت بحاجة لإمكانيات، نحن برئنا فيها لكن لم تكن الإمكانيات كافية، ويعني تعثر تنفيذها. الآن يمشي الآن يعني في خطوات لتنفيذ هذه الخطة على أساس تمشيط المديريات ونزع الأسلحة وتثبيت الأمن والاستقرار ونشر الدوريات، وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى المربعات الأمنية للأحياء السكنية. ما تشاهدوه اليوم في محافظة علن هو انتصار كبير، وهو تتويج لما بدأناه من عمل المقاومة منذ اللحظات الأولى لاحتلال المحافظة من قبل الميليشيات الحوثي وعفاش. كبدناهم خسائر كبيرة، وتكلل هذا كله بالنصر، واليوم ننعم بالأمن والاستقرار الذي كنا نحلمه ونطمح أن ونطمح بالأفضل، ونطمح اليوم إلى الأفضل في محافظة علن. هناك جزء اللي هو الركن محمد مساعد ذكرته أنت الآن في خلال حديثك، يتعلق بالدعم الذي ربما قد يساعدكم في تطبيق خططكم الأمنية. هناك دعم القيادة السياسية ممثلة فخامة الأخ رئيس ودعم من التحالف، حدثنا عن هذا الدعم. الآن الأخ رئيس الجمهورية موجود، حفظه الله، فخامة الأخ رئيس الجمهورية موجود في يعني عدن، والأخ أيضا رئيس مجلس الوزراء هناك، والأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. هناك خطة أمنية متكاملة ليعني تفعيل العمل الأمني بما فيها أقسام الشرطة، بما فيها الدوريات الراجلة والمحمولة، بما فيها المربعات الأمنية على مستوى المديريات والأحياء السكنية، بما فيها تأمين محافظة أبين ولحق والضالع، محافظة المقارة. ويعني هذه الخطة يعني بدأ العمل فيها من بداية هذا الشهر 2017 بإشراف مباشر من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومن الأخ رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب. يمشي العمل باتجاه تنفيذ هذه الخطة، وستشهدون إن شاء الله أعمال على مستوى الميدان لتعزيز هيبة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار على مستوى المحافظة وعلى مستوى المحافظة المجاورة. تشهد المقاومة تقدم كبير جدا باتجاه محافظة تعز من المحورين، محور كرش ومحور باب المندب، وأنتم سمعتم بالانتصارات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي من هذا الشهر، يعني بقيادة القوات المسلحة وكذلك أبطال المقاومة من أخواننا في مختلف محافظات الجمهورية، يعني في منطقة باب المندب وفي منطقة المخاء، وهو انتصار كبير كان نعتبره هذا نصر كبير وامتداد للانتصارات تم تحقيقها من اللحظات الأولى لمقاومة هذا العدوان. اليوم يعني نشعر بفخر واعتزاز انه 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 ما كنا نطمح اليه تحقق، ما كنا نطمح اليه تحقق. طلائع القوات المسلحه موجوده اليوم في المخاء، طلائع القوات المسلحه موجوده اليوم في المخاء على مقربه من البرح، على مقربه من تعز. ان شاء الله ايضا في يعني مقاومه منظمه موجوده حتى في اطار يعني ضواحي مدينه تعز الان. يعني وهناك إشراف مباشر على هذه العمليات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ونحن نزف هذا الانتصار لفخامته، لأنه بصراحة يعني لولا هو والله سبحانه وتعالى ودعم التحالف ما كنا وصلنا لهذا المستوى اللي وصلنا إليه.
جميل سيادة اللواء الركن محمد مساعد. بالنسبة لهذا هذا النصر هو نصر لأبناء الشعب اليمني ونصر لأبناء المقاومة والجيش الوطني دعما من التحالف لما شكلتوه أنتم من انتصار بنيتوهم منذ اللحظة الأولى. هذا الانتصار الذي يحقق الآن في العديد من الجبهات هو انعكاس وامتداد لانتصار قمتم به أنتم وأيضا العديد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن يكتبوا بدمائهم حروف المجد والعظمة لهذا الوطن. طيب هناك سؤال سيادة اللواء الركن، هل ممكن الاستفادة من العائدين والمستجدين من أجل ترتيب الأوضاع الأمنية؟ هناك عائدين ومستجدين في كما سمعتم خلال الفترة الأسبوعين الماضية تم صرف مرتبات القوى البشرية في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وهناك لجان شكلت لاستيعاب كافة الضباط والأفراد العائدين، ويعني بالفعل سيتم إعادة توزيعهم على مستوى الأقسام وفقا للتخصصات، التخصص كل منهم، ويعني بتشهدوا خلال الفترة القليلة القادمة يعني بتشهدوا زخم أمني مكثف في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة وعلى مستوى كافة المحافظات المحررة بما فيها مأرب، بما فيها تعز، بما فيها الحديدية الآن، بما فيها منطقة البيضاء وكل المحافظات. في خطة متكاملة تم إقرارها ويجري العمل على تنفيذها، يعني طبعا في مهام فورية وفي مهام مرحلية، لكن خلال 2017 ستشهد وزارة الداخلية نقلة نوعية باتجاه يعني إعادة تعزيز سلطة الدولة وطرد ميليشيات الحوثي إن شاء الله. سيادة اللواء الركن، عمل وزارة الداخلية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في مراكز الأمن والشرط، نحن الآن قادمين على يعني مباشرة العمل من العاصمة المؤقتة عدن، يعني قيادة وزارة الداخلية عمليات قيادة وسيطرة على مستوى كل المحافظات المحررة إلى تعز إلى إلى إلى, إلى مأرب إلى الجوف إلى تعز، ويعني هذا يعني مقر وبنعمل على تنفيذه، ونحن قادمون على زي ما أشرت على تنفيذ خطة متكاملة تم إقرارها تشمل هذه الخطة إعادة تنظيم القوى والوسائل البشرية والمادية والانتقال بها إلى الميدان لمكافحة الإرهاب ولمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. حدثنا عن الدعم الذي تتلقوه من دول التحالف الشقيق. في هذا المقام نحن نسجل شكرنا وتقديرنا لأخواننا في التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والأخوة في الإمارات العربية المتحدة، لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما كنا عملنا شيء ولا كنا نتصرف. حتى هذه اللحظة هم يقدمون كل الدعم، فهذا دين في رقابنا نحن كيمنيين، إن شاء الله سنعيده لهذا الشعب الطيب، لأخواننا في الإمارات وأخواننا في المملكة العربية السعودية. وفي كل حالات نحن أشقاء، دماءنا اختلطت في الميدان وسنستمر هكذا إن شاء الله من أجل أمن واستقرار أجيالنا وشعوبنا. عملتم بعد الحرب على تطهير المحافظة من تنظيم القاعدة الذي كان يتواجد بعناصره القليلة، ما هي رسالتكم التي توجهها لأولئك الشباب الذين يغرر بهم الالتحاق بهذا التنظيم فيقعون ضحية؟ اسمح لي أولا أقول لك أن موضوع القاعدة وداعش والإرهاب هذا يعني نحن من خلال تجربتنا الطويلة ومن خلال معلوماتنا هذه هي عناصر مرتبطة بالمدعو عفاش في صنعاء تحت مسمى القاعدة وداعش، يسميهم ما شاء، سميهم قاعدة، سميهم بلاطقة، سميهم داعش، سميهم ما شاء، هم في الأخير جزء من حربنا مع عفاش وميليشيات الحوثي. لكن أنا هكذا أقول لك أنه يعني من واقع عملي ومن مسؤولياتي أنه هذه العناصر هي مرتبطة بالمدعو عفاش تحت مسمى القاعدة. طبعا في هناك سلسلة كبيرة من الإجراءات، حزمة من الإجراءات تم اتخاذها بتوجيهات من فخامة الرئيس حفظه الله المشير عبد الرب المنصور هادي على أساس أنه يعني مكافحة هذه الظاهرة من يعني بعدة اتجاهات، من ضمنها العمل العسكري المباشر وكمان موضوع العمل التوعوي
من خلال يعني أئمة المساجد ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، وفي خطة لدى الحكومة ولدى وزارة الداخلية بهذا الاتجاه. الأمن هو مسؤولية الجميع. لواء الركن محمد مساعد، كيف يستطيع المواطن أن يحس بهذا الأمن ظل وجود الإمكانيات الشحيحة في خلال هذه الفترة التي تشهدها؟ متى ما تعززت أقسام الشرطة وقامت بدورها الكامل على مستوى كل الأحياء السكنية، قسم الشرطة هو المختص بمشاكل الناس في إطار الأحياء السكنية، ومتى ما تعزز قسم الشرطة وحس المواطن بأن في قسم شرطة فعال يعني يلجأ إليه عند الضرورة، فهناك يتم عملية الثقة المتبادلة بين الشرطة وبين المواطن، بين الشرطة وبين الدولة. فنحن ساعين إلى إعادة بناء قسم الشرطة باعتبار حجر الزاوية والربط بين المواطن والدولة. إن شاء الله إنه خلال الفترة القادمة سيتم يعني ستشهد أقسام الشرطة تطور نوعي، أكان من حيث الإمكانيات أو من حيث الكادر الذي بيقوم بتنفيذ المهام، لأن نحن في قسم الشرطة مسؤوليتنا تأمين منطقة جغرافية معينة، تأمين السكان، أمن واستقرار المواطن، وتأمين وحماية ممتلكاته الخاصة والعامة. وفي هذا الاتجاه يعني نحن قادمون على إجراءات متعددة يعني سيتم البدء بها في محافظة عدن، ثم محافظة لحج وأبين، ومحافظة صبا، ومحافظة المحرة بشكل عام. هناك العديد من مراكز الشرطة في عدد من المناطق المحررة كمحافظة لحج، تنقصها الإمكانيات. احنا كنا في لقاء سابق مع مدير أمن هذه المحافظة، محافظة لحج، تحدث عن نقص الإمكانيات في بعض مراكز الشرطة الموجودة لديه. خطة الوزارة في رفض تلك المحافظات المحررة بالتجهيزات والإمكانيات؟ شوف الإمكانيات كمحافظة لحج، الإمكانيات هي كانت صفر، إمكانيات صفر بشكل عام، لكن ايش اقول لك انه في عزيمه لدى الشباب، شباب المقاومه اللي اصبح اليوم جزء من وزاره الداخليه، قياده وافراد وضباط، يعني في عزيمه وفي اراده، والاراده لا تقهر، باننا نشتغل بالامكانيات المتوفره، وباعتمادنا على الانسان، واعتمادنا على علاقتنا الطيبه بالمواطنين. في 2017 في موازنه، يسموها موازنه تشغيليه، قبلها ما كانش ولا شيء، الناس كانت تشتغل بدون اي حاجه. الآن في موازنة، والعمل بيستمر إن شاء الله من بداية، قد بدأنا فيه في شهر يناير، الآن إحنا في اليوم في تاريخ 27، ويعني بتشهد هذه المحافظات، محافظة على المحافظات المجاورة لها والمحافظة المحررة بشكل عام، بتشهد نقلة نوعية في العمل الأمني خلال الفترة القادمة، وبيكون اتجاه عملنا هو مكافحة الإرهاب، هو إعادة مكافحة الإرهاب، مكافحة جريمة مختلف يعني أشكالها وأنواعها، هو إعادة تعزيز الثقة بيننا وبين المواطن. الكلمة التي يوجهها اللواء الركن محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لخدمات الشرط للمستثمرين من أجل العودة للاستثمار في هذه المناطق وفي هذه المحافظات الجميلة، عدن، لحج، أبين وغيرها من المحافظات اليمنية التي تشهد تحررا وتشهد استعادة للمؤسسات والمكاتب والتنفيذية من يد تلك الميليشيات بعد تحررها؟ توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، توجيهات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، كله يأتي يصب في اتجاه يعني تعزيز الجانب الأمني من أجل يعني عودة الاستثمار ويعني وممارسة الحياة الطبيعية في محافظتنا. نحن ندعو كل أخوان المستثمرين وكل الشركات إلى المجيء إلى عدن لزيارتها. طبعا في وسائل الاتصال هم يعرفوا يتابعوا كل صغيرة وكبيرة. اليوم لما تقارن عدن بما كان عليه في 2015 في فرق كبير جدا. اليوم نحن نشعر بأمن واستقرار على مستوى المحافظة وعلى مستوى يعني الجانب التجاري، الميناء شغال، الجمارك شغالة، المرور شغال، فيعني عادة الحياة، البنك المركزي موجود الآن شغال، رئاسة الدولة كلها موجودة في محافظة عدن، من الرئيس إلى رئيس الوزراء إلى وزارة الداخلية إلى الأخوان أيضا في هيئة الأركان العامة والمنطقة العسكرية الرابعة، يعني الأخ أيضا محافظة اللواء عيدروس الزبيري، الأخ اللواء شلال شايع، جميع هذه المنظومة متكاملة من إدارة الدولة نعمل على قدم وساق على أساس إعادة يعني تعزيز سلطة الدولة وإعادة الأمن والاستقرار لهذه المحافظة حتى تشهد الزخم الذي ننشده في مسألة التنمية والاستثمار، ويعني فتح مجالات متعددة لأبنائنا للبطالة ولغيرها من الحياة التي ننشدها إن شاء الله.
اللواء الركن محمد مساعد، هل لكم من كلمات تودون أن توجهوها في ختام هذا اللقاء؟ شكرا لكم جميعا، ونحن يعني نقدم شكرنا ونكرر شكرنا وتقديرنا لأخواننا في التحالف على رأس المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما نزف نصرنا لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ولقيادتنا السياسية بشكل عام، وزارة الداخلية وزارة الدفاع، ويعني الأخوان أيضا في قيادة المحافظة. يعني نشكر الجميع، وإن شاء الله سنشهد إن شاء الله خلال 2017 تطور نوعي في مختلف مجالات الحياة إن شاء الله العسكرية والأمنية. شكرا جزيلا إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا. لا، في ختام هذا اللقاء اللواء الركن محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لخدمات الشرط، لا يسعني إلا أن أقول لك شكرا جزيلا لك. الحقيقة كان الإلقاء جميل وشفاف من قبلكم، وأشكرك على هذا. شكرا اللقاء. لكم، أهلا وسهلا في أي وقت. أعزائي المشاهدين، كذلك الشكر موصول لكم لحسن استماعكم لهذا البرنامج، برنامجكم برنامج الشاهد. دمتم بألف خير.